ان شاء كابتن الله. جمال، نادي الزمالك اخر مبارتين ثلاثه بيجيب في اول 5 دقائق جون، يعني ده ملاحظ. الماتش اللي فات في الجونه اول تقريبا 6 دقائق، الماتش ده بيه كان اول دقيقه اعتقد، بيراميدز اول ثانيه، اول 27 ثانيه ضربه جزاء. ده بيدل ان دل على شيء، بيدل على التركيز اللي قال عليه كابتن عبد الحليم وحضرتك كتبت عليه وكابتن صبري، ان نادي الزمالك اللعيبه مركزه بشكل كبير. صحيح. هل التركيز هيكون موجود في غياب فيريرا لانه بيشاهد المباراه او بيدير المباراه من المدرجات النهارده؟ هل ده يؤثر على اللعيبه؟ بص يا طارق، يعني عايزين نبقى واقعيين جدا، اكيد هيأثر لان هو وجوده على الخط حاجه كبيره جدا، ولكن في 70% من الشغل بيبقى قبل المباراه. احنا يا جماعه هنلعب بالطريقه ديت، ويفضل طول الثلاث اربع ايام بيحفظهم الطريقه اللي نلعب بيها. وجوده على الخط تذكير للطريقه اللي اتمرنوا عليها بقى قبلها بثلاث ايام، وحضرتك طبعا مدير فني كبير وعارف يعني. انما وجوده بره برضو دي هتاثر شويه، بحته ان انا كنت دايما اللي بيكلمني المدير الفني، فببقى بسمع الكلام وكمان بقى ايه بجتهد جدا. انما اللي مطمني انا بقى، طمني انا اكتر، ان اصلا الولاد دي لعبت مع اسامه نبيه وكسبوا في ماتشات كتيره جدا، كسبوا مع اسامه وكانوا بيسمعوا كلامه برضو، ماتشات مهمه جدا وكسبنا فيوتشر 3 ماتشات لعبوا مع اعتقد، احنا كسبنا فيوتشر في كورنر في اخر ثانيه كان متدربين عليه قبل كده، فده اللي مطمني. انا برضو المدير الفني يعني تقصد ان هو الراجل حفظهم طريقته وحفظ الشغل واداهم الشغل وهو قاعد فوق، حتى لو ما جاش خالص الولاد هيلعبوا بشكل أيوة. لو جيد كان يعني. الجهاز جديد معاه كنت اقول لك انا خايف جدا، لان طبعا انا مش هسمع كلام المساعد، انما لما يكون اسامه هو اللي كان قبل كده بيقود الفرقه وكسب بيها كتير وكان دي نقطه مهمه جدا بتقولها دي، فدي مطمناني شويه، لان هم بيسمعوا كلام اسامه لانه مسكهم في ماتشات قويه وكسب بيهم. انما برضو انا عايز اقول ان خلي فيريرا يهدى شويه علشان وجوده برضو في الملعب بيبقى كويس، ولكن انا شايف ان هو بيتنرفز في حاله واحده بس، ما بيلاقي ظلم باين لنادي الزمالك، انما بيتنرفزش في اي حاجه ثانيه، اي حاجه ثانيه بيقول يعني. كل مؤتمر صحفي بيطلع يقول يا كابتن طارق بيتكلم باحترام الحكام، والحكام طبعا فعلا كانوا كويسين حتى لو كانوا وحشين، انا ما بتكلمش على الحكام، ولكن لما يجي ياخد انذار اكيد بيتنرفز جدا من الايه؟ من الـ 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 الموقف بس، الموقف صعب على نادي الزمالك، مش عشان هو، مش عشان فيريرا، علشان النادي وعشان. انما حته بقى ان هم بيجيبوا جوال في اول تايم دي طبعا بقت ثقافه لعيبه، زي ما عبد الحليم قال كابتن صبري، دي ثقافه لعيبه، انا عايز اكسب مكسب ورا مكسب، لان النهارده مش ماتش المقصه، النهارده 3 نقاط بس، تاخد 3 نقاط خلاص قربت، فاضل ماتشين نلعب بقى الاهلي، نلعب بالاسماعيلي، ده الماتش اللي بتتكلم عليه يا كابتن جمال، هو الزمالك جاب جون مع فيوتشر لما كان اسامه نبيه مدير فني، اسامه نبيه في اخر ثانيه ده يعني الحكم بيصفر والكورنر بيتلعب، كانت النتيجه 2-2 وحرزنا ده بالظبط، عبد الغني حط جول الحكم صفر ما سنتروش بالظبط، فطبعا دي كانت حاجه جميله لاسامه نبيه بلس 90، كانت اخر، كان فيريرا بيتفرج على الماتش على فكره، ايوه صح، كان فيريرا بيتفرج على الماتش اول صح، فكان اول مره يجي الاستاد، فطبعا ان شاء الله باذن الله ربنا يوفق اسامه على الخط ويوفق اللعيبه طبعا، ونكسب الـ3 نقاط، لان المباراه بـ3 نقاط مش مباراه مقصه اكيد.